لبداية مع المجموعة الأولى وهم أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى. إذا أنا سأخلط هذه الكرات هنا. لنبدأ. And let's see who's the first team. لنرى الفريق الأول. سبارتاك موسكا. فريق سبارتاك موسكو هو السحب الأول، هو بطل روسيا وبإمكانه أن يقع في أي من المجموعات الثمانية. لقد وصلوا إلى نصف النهائي في 1991 ويعودون مرة أخرى إلى مرحلة دور المجموعات منذ 2012. لنرى في أي مجموعة سيقع سبارتاك موسكو. Sheva is going to tell us in a second. Sheva سيفصح عن اسم المجموعة وهي مجموعة E. The first group and the first team is group E. إذن and we have Spartak Moscow. لدينا سبارتاك موسكو. هي حادثة صغيرة ولكن لم يحدث أي ضرر وبإمكاننا الاستمرار. نحتاج إلى كرة أخرى. فرانشيسكو لو سمحت. And the second team drawn in this 2017-2018 Champions League is Chelsea. Chelsea FC. فريق تشيلسي FC. FC. We have seven groups available for Chelsea. سبع مجموعات متاحة لتشيلسي في كل مجموعة ما عدا مجموعة E. Back after a sabbatical year, the Champions League. تشيلسي يعود مرة أخرى بعد غياب. في الموسم الماضي أنطونيو كونتي قام بعمل كبير مع هذا الفريق وفاز بالدوري الإنجليزي. إذن تشيلسي الذي فاز بهذه البطولة في 2012. لنرى في أي مجموعة وهي مجموعة المجموعة سي. سي is the group of Chelsea FC. إذن تشيلسي في المجموعة سي. Third team of pot. الفريق الثالث من التصنيف الأول هو فريق بنفيكا البرتغالي وهو بطل الدوري البرتغالي وبإمكاننا أن نضع بنفيكا في أي من المجموعات الست المتبقية. A, B, D, F, G, and H are the groups possible for Benfica. إذن هذه هي المجموعات المتاحة لفريق بنفيكا الذي فاز بلقبين في 61 و 62 مع أوسبيو اللاعب الرائع. والآن شيفا سيختار المجموعة لفريق بنفيكا. Group A. وهي المجموعة A. Group A. So the first group is now the group. هذه المجموعة الأولى التي سيقودها فريق بنفيكا. بايرن موناكو. بايرن ميونخ. فريق بايرن ميونخ. We have five groups. إذن لدينا خمس مجموعات. لوضع بايرن ميونخ الذي فاز بخمس ألقاب في دوري أبطال أوروبا. وما لا يعلمه أحد ربما لديهم سلسلة الانتصارات على أرضهم. هل تعرف كم؟ 16 مباراة والتي كسرها ريال مدريد في الموسم الماضي. هل تتذكر كل هذه المعلومات؟ Group B. المجموعة B. المجموعة الثانية. So with this, we are halfway through pot one. إذن وصلنا إلى نصف الطريق في Francesco to tell us المجموعة الأولى. سنرى الفريق. AS Monaco. AS Monaco.
هو المستضيف لهذه القرعة هنا. إذا لنرى في أي مجموعة سيقع موناكو. Against FC Porto. Group G. G. So the group of AS Monaco is group G, and we are now three teams left in this spot. السابعة. The first of the three is Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk. الأوكراني هو بطل أوكرانيا، بإمكاننا وضعه في المجموعة الرابعة الخامسة أو السادسة. وصلوا إلى النهائي في 2011. لنرى الفرق المتبقية. أنا آسف، قبل أن نرى طريقا آخر سنرى في أي مجموعة سيقع شاختار، وهو يوضع في المجموعة السادسة الآن. ريال مدريد. ريال مدريد بطل الموسم الماضي، ولديه سجل 12 لقبا في هذه المسابقة، وتبقت فقط مجموعة واحدة وهي المجموعة الثامنة والأخيرة. سنرى الآن يوفنتوس. فريق يوفنتوس الإيطالي. يوفنتوس هو الذي سيوضع في المجموعة الرابعة. شكرا جزيلا جورجيو. ولدينا إذا الأمور تتعقد الآن. نضع الفرق الواحدة الأخرى. الفريق الأول. بورتو. FC Porto. لدينا أربعة مجموعات من الخامسة إلى الثامنة. إذن فازوا مرتين بلقب دوري أبطال أوروبا. So Porto group G. إذن Porto سيذهب إلى المجموعة G، المجموعة السابعة، وهذا يعني أنهم سيواجهون AS Monaco. الآن لدينا فريقان في المجموعة السابعة، موناكو وبورتو، البطل البرتغالي والبطل الفرنسي. أتلتيكو مدريد. Six possibilities from A to F. So ستة. While are picking the right balls. مجموعات the groups, متاحة. أتلتيكو مدريد من أفضل الفرق في المواسم السابقة، وصل مرتين إلى نصف النهائي ومرتين إلى النهائي في لشبونة وفي ميلان. Always against the same team. دائما امام نفس الفريق. جروب سي. سي. And now Atletico Madrid playing Chelsea FC. في المجموعة سي، المجموعة الثالثة، وسيواجه تشيلسي اف سي. تشيلسي versus Atletico. سيكون تحديا كبيرا بين هذين الفريقين. مانشستر يونايتد بإمكاننا وضع هذا الفريق في المجموعة الأولى والثانية والرابعة. إذا مانشستر يونايتد بثلاث ألقاب وأيضا الرقم القياسي
في سلسلة انتصارات متتالية 25 مباراة بدون خسارة بين 2007 ومايو 2009 في المجموعة الأولى. إذا مانشستر يونايتد سيواجه فريق بنفيكا في مرحلة المجموعات. الآن مجموعة أخرى وفريق آخر. Paris Saint-Germain. فريق باريس سان جيرمان. إذا هناك مجموعتان فقط، المجموعة B هي المجموعة الثانية أو المجموعة D المجموعة الرابعة. وصلوا إلى نصف النهائي في 1995 وبكل تأكيد سيطمحون إلى على الأقل الوصول إلى نصف النهائي، وسيقع البي اس جي في المجموعة B المجموعة الثانية. إذا ستكون بداية صعبة جدا حيث يواجهون بايرن ميونخ في المجموعة الثانية. الفريق الخامس مانشستر سيتي. هو الفريق الثاني في مدينة مانشستر. وبالنسبة لمانشستر هناك ثلاثة احتمالات، هي المجموعة الخامسة والسادسة والثامنة. وصلوا إلى نصف النهائي في 2016 وهزموا فقط من ريال مدريد. الآن starting in group F. وسيلعب في المجموعة F المجموعة السادسة، وهذا يعني أنهم سيواجهون فريق شاختر دونيسك. So after group F now we have الآن بعد المجموعة السادسة لدينا فريق إشبيليا الإسباني. We can't draw the group because there is one option for Sevilla. فقط هناك مجموعة واحدة وهي المجموعة الخامسة. إذا سيواجه فريق سبارتاك موسكو. We go for the next one. الآن الفريق التالي. شكرا فرانسيسكو. بوروسيا دورتموند. بوروسيا دورتموند. بالنسبة لبروسيا دورتموند هناك خيار واحد وهي المجموعة الثامنة والأخيرة، وهذا يعني أن بروسيا دورتموند بكل تأكيد تحدي كبير، سيواجهون بطل أوروبا أمام ريال مدريد. في الموسم الماضي حدث نفس الشيء حيث وقع ريال مدريد مع بروسيا دورتموند. والآن فريق برشلونة إذا الفريق الوحيد المفتوح في المجموعة دي وسيواجهون يوفنتوس. الآن نرى ردة الفعل، بكل تأكيد هناك مواجهات مثيرة وهذا ما مثير للاهتمام. بكل تأكيد هذه الجزئية الأكثر صعوبة. أعتقد أن هذا صعب على فرانشيسكو لأن لدينا فريق روما في هذه المجموعة من الأندية. ألا نخلط الكرات مرة ثانية. إذن الفريق الأول من التصنيف الثالث هو فريق أندرليت. أبطال بلجيكا بإمكاننا وضعهم في أول خمس مجموعات لهذا الفريق الرائع الذي وصل إلى نصف النهائي في الثمانينيات 82 و86. إذا شيفا الآن سيقول لنا في أي مجموعة سيلعب أندرليخت. جروب بي. المجموعة بي وهي المجموعة الثانية، حيث سيقابل بايرن ميونخ باريس سان جيرمان. باسيليا.
فريق اف سي بازل، الفريق البطل السويسري بامكاننا وضعه في المجموعه الاولى الثالثه والرابعه. So we have A, C, D, E, F, G, and H for the current Swiss champions. الآن لدينا هذه المجموعات بالنسبة للبطل السويسري. Let's go. This is the group of FC Basel. هذه هي المجموعة التي سيلعب فيها اف سي بازل في المجموعة A، المجموعة الأولى. إذن سيواجه بنفيكا ومانشستر يونايتد في المجموعة الأولى. بسيكتاس، فريق بسيكتاس التركي. We have also here all possibilities group D, E, F, G and H. So it's five options. يلعب في أي من المجموعات الخمسة المتاحة لبشكتاش. They were quarter finalists back in 1987. وصلوا إلى ربع النهائي في عام 87. Group G. G. وسيلعب في المجموعة G، المجموعة السابعة، حيث سيواجه اس مونيكو واف سي بورتو. الآن الفريق الرابع في هذا التصنيف ليفربول. فريق ليفربول فازوا بخمسة ألقاب في المنافسة الأوروبية. هناك المجموعة الثالثة أو المجموعة الثامنة. إذن لنرى في أي مجموعة. جروب اي ليفربول سيلعب في المجموعة اي، المجموعة الخامسة، وسيواجه سبارتاك موسكو وإشبيلية الإسبانية. So now we are ready. الآن نحن مستعدون لسحب فريق آخر. توتنهام هوتسبير FC. So Tottenham Hotspur has two options. It's either group D or group H. بإمكانه أن يلعب في المجموعة الرابعة أو الثامنة. وصل إلى نصف النهائي في 1962. Group D or group H. Tottenham. Group H. Group H. إذن المجموعة الثامنة، حيث سواجه ريال مدريد وبروسيا دورتموند. We can see already the challenge of this group. نرى الآن هذه التحديات الصعبة في هذه المجموعة. بكل تأكيد سيطلقون عليها المجموعة الحديدية، ولكن لننتظر ونرى البقية. روما. لا روما. إس روما. فرانشيسكو. The moment is topical. C and F are the groups which are possible for Roma. F. Either group C or group F. هي الاحتمالات المتاحة لفريق روما. Vediamo che squadra vi dove vi mette scelta. Group C. المجموعة C، المجموعة الثالثة. أندري شيفتشينكو اختار المجموعة الثالثة لروما، وسيواجه روما تشيلسي وأتلتيكو مدريد. سكند لاست تيم فرانشيسكو. لا أعتقد أنه سعيد للغاية. أعتقد أنه أولمبياكوس. فريق أولمبياكوس اليوناني. البطل اليوناني بإمكانهم أن يلعبوا فقط في المجموعة الرابعة، وعليه أن يواجه يوفنتوس وبرشلونة. إذن الآن تبقى فريق واحد في هذا المستوى. إذن
Napoli. It's Napoli. فريق نابولي. And the remaining group is Group F. So Napoli إذن نابولي سيقع في نفس مجموعة شختر دونيتسك ومانشستر سيتي. Okay, this is where it starts to get exciting, isn't it? We can see هذه so المرحلة الأمور تزداد إيه. Ladies and gentlemen, the UEFA Champions League forward of the season is Cristiano Ronaldo. هو كريستيانو رونالدو. No fala portugués. English, English is all right. هل بإمكاني أتحدث الإنجليزية؟ أنا لا أتحدث البرتغالية. I can see, right. Okay. بإمكاني أتحدث عدد من اللغات. Rewriting the history books over the last couple of years for your club, and also in this competition as well. في هذه المنافسة أنت after Cardiff. أول من يسجل في ثلاث نهائيات. What motivates you as a player? ما يحفزك كلاعب وأيضا كسر الأرقام القياسية الوصول إلى هذا هذا المستوى من حفظ الألقاب أعتقد أنه هو تكريس حياتي لهذه اللعبة أعتقد أنه هو التحفيز وألعب هذه اللعبة التي أعشقها وهي كرة القدم أحب دائما أن أكون في الميدان وأحصد الألقاب الفردية والجماعية لذلك أنا سعيد جدا بتواجدي هنا مرة أخرى It's a great moment for me. وأعتقد أنها لحظات رائعة بالنسبة لي. نعم بكل تأكيد كريستيانو وتهانينا بهذه الجائزة وهذا هو كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة أفضل مهاجم للموسم. We've given out our positional awards. Of course, we الآن منحنا جوائز أهم المراكز وتبقت لنا جائزة أفضل لاعب في أوروبا. إذن لنذهب إلى المرحلة الأخيرة من إجراءات القرعة. وهناك فرق مثل كارباخ الذي يلعب للمرة الأولى في دوري الأبطال وأيضا فريق لابزك من ألمانيا. إذن يجب علينا إنهاء المهمة الآن بهذه المرحلة الأخيرة. ولنأخذ الكرة الأولى نحن مستعدون First group to be completed. إذن لإكمال المجموعة الأولى ليبزيك هي المشاركة الأولى بإمكان لايبزيك أن يذهب إلى هذه المجموعات المتاحة كما رأيتم على الشاشة. آر بي لايبزيغ لدينا أربع مجموعات بإمكانه أن ينافس فيها. سنرى كيف سيبدأون هذه المقامرة الأولى في دوري الأبطال الأوروبي. is going to group G. إذن group G. المجموعة السابعة هي المجموعة المكتملة التي تضم موناكو، بورتو، بسيكتاس و لايبزيغ. Second team. إذن الفريق الثاني from pot four. من المستوى الرابع. كارباخ. So Karabakh. Karabakh. So the debutants. الذي يلعب ويشارك للمرة الأخرى. إذن هي المرة الأولى في المشاركة في دوري الأبطال وأيضا أول فريق لأذربيجان سيمثل هذا البلد في منافسة دوري أبطال أوروبا. كارباخ يمكن أن يقع في أي من المجموعات السبعة المتبقية ما عدا المجموعة السابعة. Group C. Group C. إذن المجموعة C المجموعة الثالثة كارباخ يكمل هذه المجموعة الثالثة التي تضم تشيلسي أتلتيكو مدريد وروما. This group is completed. Grazie Francesco. شكرا فرانشيسكو. رحلة طويلة إلى أذربيجان بكل تأكيد. فاينورد. ف
فريق فيينورد. إذن فيينورد البطل الهولندي، الاحتمالات هي في A B D E F و H. إذن فيينورد فازوا بلقب واحد في 1970 ولعبوا في سان سيرو في مدينة ميلان أمام غلاسكو سيلتكس. Group F. F. So group إذن المجموعة F المجموعة السادسة ستضم فريق فيينورد حيث تضم شاكتر ومانشستر سيتي ونابولي. هذه المجموعة الثالثة المكتملة وتبقت لنا خمس مجموعات. سبورتينغ بورتغال. Sporting Clube can go into Group B. بإمكانه أن يلعب في B, D, E أو H. هناك أربع احتمالات لفريق Sporting. And we are waiting for ونحن في انتظار أندري شيفتشينكو لاختيار هذه المجموعة. Group D. المجموعة دي المجموعة الرابعة سبورتينغ يكمل هذه المجموعة الرابعة حيث تضم يوفنتوس برشلونة وأولمبياكوس. مجموعة أخرى مكتملة والآن نتقدم مع الفريق الخامس في التصنيف أو المستوى الرابع وهو فريق سيلتيك اف سي. بإمكانه أن ينضم إلى A, B, C, E أو H. هذه هي الاحتمالات بالنسبة لفريق سيلتيك الذي فاز بالكأس الأوروبية في 1967 في مدينة لشبونة. جروب B. المجموعة B المجموعة الثانية. إذا سيلتيك سيكمل مجموعة بايرن باريس سان جيرمان وأندرليخت. إذا سنرى فرانشيسكو وآخر ثلاثة فرق متبقية. أعتقد أنك قمت بعمل جيد. فريق سيسكا موسكو. بالنسبة لسيسكا موسكو ليس لدينا شحفة. إذا شيفا ليس لديه عمل الآن. أعتقد أن المجموعة الأولى هي المجموعة الوحيدة المتاحة حيث سيواجه بنفيكا مانشستر يونايتد وفريق بازل. ماريبور. الآن NK Maribor أبطال سلوفينيا ولدينا سحب. لديه احتمالات في المجموعة الخامسة أو الثامنة. ماريبور الذي يعود مرة أخرى بعد المشاركة في 1999 و2014. إذا ماريبور سينضم إلى المجموعة إي المجموعة الخامسة التي تضم سبارتاك إشبيليا وليفربول. إذا أسأل فرانشيسكو أن يسحب الفريق الأخير إلى الخانة الأخيرة وهو فريق أبويل القبرصي. هذا هو الفريق الأخير وسيقع في المجموعة الأخيرة مع ريال مدريد بروسيا دورتموند وتوتنهام هاتسبير. إذا هذا ينهي قرعة 2017 و2018. إذا سنفيكا مانشستر يونايتد.